بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز سامعين وحضرات، میں تمام احباب کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں. انشاءاللہ العزیز آج کی اس ویڈیو میں ہم سورة الكافرون لفظ بلفظ اور تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے. انشاءاللہ اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ کو سورة الكافرون آسانی کے ساتھ یاد ہو جائے گی. اس سورت کی 6 آیات اور 1 رکوع ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الكافرون مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها قل يا أيها قل يا أيها الكافرون كافرون كافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد لا أعبد لا ما تعبدون ما تعبدون ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ولا أنتم عابدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ما أعبد ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ولا أنا عابد ولا أنا عابد ما عبدتم ما عبدتم ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا
ولا أنتم عابدون ولا أنتم عابدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ما أعبد ما أعبد ما أعبد ولا عابدون ما أعبد لكم دينكم لكم دينكم لكم دينكم لكم دينكم ولي دين ولي دين ولي دين ولي دين لكم دينكم ولي دين.